يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة من المعرض ولكن بعتها في المعرض نفسه بدون أن أخرجها منه، لأن صاحب المعرض يشترط علي ألا أخرجها بل أبيعها في المعرض نفسه لأني قد اشتريتها تقسيطا، فما حكم ذلك؟ شرط صاحب المعرض باطل، ليس له أن يحجر على صاحب السيارة أن يخرجها، صارت ملك للمشتري فلا يحجر عليه، هذا شرط باطل. وأما إذا باعها في نفس المعرض فهذا قبض ناقص، لأن القبض التام هو نقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، هذا هو القبض التام الذي لا إشكال فيه. نعم.